بخصوص تصريح عمدة مدينة فاس بالنسبة للأزمة الأخيرة في قبة البرلمان حول التعويضات اللي كياخذوا سواء البرلمانيين ولا الوزراء، ودافع عليها بواحد الشكل كبير، وقال بأن الوزراء والبرلمانيين ما يمكن لهمش أنهم يخدموا فيليك. حنا كفاعلين مدنيين وسياسيين وكمواطنين بمدينة فاس كنسألوا السي العمدة إدريس الأزامي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية اللي كتعيشها مدينة فاس. راه ماشي الإنسان مخصوش يتخلص، والإنسان مخصوش ما يمكنش أنه يخدم فيليك، ولكن واش العمل المنوط به والعمل اللي سوصلوا للمواطنين على قبله واش كيديروا على أكمل وجه؟ ملي كنجيو كنشوفوا الوضع في مدينة فاس كنلقاو بأن المدينة كتعيش واحد الأزمة اقتصادية اجتماعية، وكاين واحد التدمر كبير وسط المواطنين، وكيقولوا بأن أسوأ حقبة دوزها شي مجلس هو هي الحقبة اللي دوز مجلس الأزمي، حيث أن المدينة كتراجع بواحد الشكل كبير على كل المستويات للوراء، وما كاينش واحد التقدم ملحوظ لا في البنية التحتية ولا فيما يخص تحسين شروط المواطنة الحقيقية بالنسبة للمواطنين من الشغل وصحة وتعليم وكل هذه الشروط. بالتالي كنقولوا بان كنقولوا لدريس الازمي بان الحرقه باش كان كيدافع بها على التعويضات ديالو، بغينا انه بنفس الحرقه انه يدافع على المصالح ديال المواطنين ويدافع على مدينه فاس اللي صوتت عليه على اساس انه يخدم المصالح ديالها وليس المصالح ديالو. مدينه تعتبر عاصمه علميه، الشيء اللي جعلها الان اخذت منحى اخر بعيده كل البعد على الثقافه، هذا ناتج على تهميش هذا البعد الثقافي بالمدينه، وبالتالي نقلها من موقع التنوير، موقع ديال الاجتهاد الثقافي والفكري، الى موقع متدني اصبحت فيه الجريمه، اصبح فيه انتشار المخدرات، اصبحت فيه انتشار الاحياء الهامشيه الغير المهيكله، وهذا راجع لغياب سياسات تدبير الشأن عمومي بالمدينة لتستحضر هذه الأولويات ديال إعطاء المدينة إشعاع وطني ثقافي أكاديمي، بالرغم أنها مدينة تتوفر على ثلاثة ديال الجامعات، منها جامعة محمد بن عبد الله اللي هي إحدى المقالع الفكرية التنويرية، وبالإضافة إلى جامعتين خصوصيتين. هذا التواجد، هذه البنية الأكاديمية لا ينسجم البعد الإشعاعي الثقافي للمدينة. أضف إلى ذلك أن المدينة أصبحت تعرف اختناقا داخليا في السير الطرقي، أصبحت تعرف أيضا إغلاقا وتقليصا في البنيات الثقافية والشبابية والرياضية، بالنظر لاتساع العدد السكان وأيضا اتساع المجال الجغرافي للمدينة. كما أن المدينة فاس عرفت جمودا اقتصاديا مما انعكس اجتماعيا أولا على انتشار البطالة، انتشار الجريمة، انتشار التعاطي ديال المخدرات في صفوف الشباب، وهذا كلها أسباب ناتجة على غياب سياسات عمومية محلية من شأنها أنها تباشر وتقارب المدينة كمجال في أبعادها المتعددة، سواء اقتصادية، ثقافية، بيئية، اجتماعية وبالتالي والثقافية، والشيء اللي ما التزموش به المسؤولين على تدبير الشأن المحلي بالمدينة لاعتبار الفارق بين ما ادعوه في برامجهم أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة وبين ما يوجد الآن على مستوى المدينة. على مستوى الاقتصادي ركزت السياسة العمومية على تشجيع المقاولات الخدماتية على حساب المقاولات الإنتاجية اللي يمكن كتكون إيجابية على الاقتصاد وتتحرك الدينامية نتاعها وكتعطي واحد البعد اقتصادي قوي للمدينة، ناهيك عن البعد السياحي. المدينة فهي ثقافية لها بها مجموعة ديال الموارد. حنا في صدد ديال النقاش الموضوع ديال التدبير ديال العداله والتنميه ارتباطا بالتصريح الاخير ديال العمده ديال المدينه ديال فاس اللي اثار الجدل بشكل كبير، اللي تحدث فيه انه حنا نخدموا بليكي.
هنا كنبغيو نوجهوا واحد الرساله مباشره للعمده ديال مدينه فاس، لانه تحدث على المؤسسات وتحدث على الاحترام ديال المؤسسات. هنا كنبغيو نقولوا له ان هناك مجموعه من المراسلات قمنا بالارسال ديالها ليه في مجموعه من المواضيع، ما كنتلقاوش الرد منه وما كنتلقاوش اي اجابه منه. يعني الا كنتي كتامن بالمؤسسات يجب ان ترد على الرسائل اللي كتمشي بشكل مؤسس. ثانيا فاش كنهضروا على العمل السياسي، هو عمل تطوعي نقوم به من اجل اننا نكون مع المواطنين، من اجل اننا نوفر شروط ديال العيش للمواطنين، من اجل اننا نكون مع الشعب المغربي، لان اخترنا السياسه بشكل تطوعي من اجل ممارسه واحد الحوايج كنامنوا بهم، واحد الحوايج نريد اننا نساهموا فيهم في بناء الوطن ديالنا، لان ما يحركنا في الاخير هو الحب ديال الوطن. كذلك هناك مجموعه من الازمات في اللحظه ديال التسيير ديال العداله والتنميه في المدينه ديال فاس، اللي على راسها العمده الازمي. اولها اننا نمشيو للقطاع ديال النقل العمومي. قطاع النقل العمومي عرف واحد المعركه طويله كنا هضرنا فيها على ازاله الحواجز، يعني اننا كنا في فاس لازلنا فقط نريد ازاله الحواجز من اجل حفظ الكرامه ديال المواطن ومن اجل الولوجيات. الان مازال عندنا المشكل ديال الحافلات اسطول مهترئ، عندنا حافلات كتاخر بشكل كبير، عندنا الاعتداءات من طرف لي كونترولور، ما كيحترموش المواطنين، ما كيكونش واحد الاحترام حقيقي للمواطن. يعني هنا خص اعاده النظر، وخص المجلس المدينه يقوم مراقبه حقيقيه في هذا القطاع ديال النقل، ويفتح المنافسه بين شركات متعدده، ما يخليش غير شركه واحده اللي محتكره الساحه. ايضا فاش كنهضروا على القطاع ديال النظافه، كنوجد مجموعه من البؤر السوداء في المدينه، وخاصة في الأحياء الهامشية، ليس هناك مراقبة من طرف مجلس المدينة، ليس هناك متابعة من طرف المقاطعات، المجموعة من الأحياء كتبقى كتغرق بالأزبال. يعني هذا كيطرح مشاكل صحية للمواطن، كيطرح مشاكل في الجمالية ديال المدينة، وخاصة أننا كنهضروا على مدينة فاس، هي مدينة سياحية ومدينة عريقة وعندها أكثر من 12 قرن في التاريخ. يعني هنا خصنا نفكروا آليات ديال التدبير، وخص المجلس المدينة يكون قادر أنه يكون عنده واحد الجرأة سياسية أنه يقول للشركات اللي ما كتقدرش تدبر المدينة أنك فاشلة في التدبير، ويجب أن يفتح المجال للتنافس وما يعطيش الاحتكار مثلا في قطاع النظافة لشركة واحدة، وخاصة أننا كنعرفوا هذه الشركة على مستوى الحريات النقابية قامت بطرد مجموعة من العمال في المدينة. فاش كنمشيو عاوتاني للمحطة الطرقية، عندنا أزمة كبيرة في المحطة الطرقية ديال مدينة فاس، عندنا واحد العشوائية في التسيير ديالها، عندنا مشاكل كتوقع فيها، أن المحطة الطرقية لا يستطيع المواطن أن يذهب لها في الليل لوحده، لا يستطيع أن يتجرأ أنه يمشي لها في واحد أوقات معينة، يعني كيخاف منها، كيخاف من المنطقة ديالها، ومدينة بحال مدينة فاس مازال المواطن ما كيقدرش أنه يمشي للمحطة الطرقية فوقاش ما بغى. كيشوف فيها واحد العشوائيه في التسيير والتدبير ديالها، ولكن مجلس المدينه ما مسوقش. كنا كنهضروا على العمل المؤسس، ولاننا خصنا ما نخدموش بليكي، وخصك انك تعطي للمدينه شي حوايج، يعني خصك تكون قادر انك توفر للمدينه بعدا شي حاجه تبان في الارض للمواطن البسيط، الفاعل السياسي، الفاعل المدني، انك تطور. ديك الساعه تقدر تقول انني ما نخدمش بليكي، ولكن الا مشينا نهضروا على مشاكل اخرى، غنهضروا على الاجرام، مدينه فاس الاجرام غادي وكيطلع كيرتفع فيها، وما كاينش دور الشباب، ما كاينش ملاعب القرب للشباب، ما كاينش مساحات خضراء، ما كاينش تفكير في الاشراك ديال الفاعلين السياسيين وديال المجتمع المدني غير الاطراف المواليه لهم. يعني خصك تفتح لكل شيء، وخصك تكون القدره انك تسمع لجميع الاطراف رغم الاطراف اللي كتنتقدها.